حتى ولو ما تبقاش يعني موجودة، ولكن الشيء اللي يبقى هو المنافسة كمنافسة أو لا. الدورة كدورة بتنظيمها المحكم والجيد، وهذا يعني نتوجه خاصة للسلطات المصرية، يعني الحكومة المصرية والشعب المصري، سواء في المجال التنظيمي المحكم والجيد. أنا نشوف اللوجو على الصورة فيه البطولة لم تخلص، يعني لسه ما خلصتش. شيء ممتاز، هذه ثقافة رياضية، شيء ممتاز. البطولة ليس ما خلصت، ولو أنه المنتخب المصري اللي نتأسف، يعني نتأسف كثير كجزائريين، خرج يعني في مبكرا، ولكن البطولة ما خلصتش. لماذا؟ لأنه فيه تنظيم محكم بالنسبة لهذه البطولة.